قرر سرحان أن يدخل المدينة وكان على الموكب كله بطبيعة الحال أن يدخل معه. صادف أنه كان على رأس تلك المدينة ملك ليس له من الأولاد إلا ابنة وحيدة، غير أن تلك الأميرة لم تكن تعرف الضحك، لم تضحك مرة واحدة في حياتها، وقد أحزن ذلك سكان المدينة كلهم وجعلهم مهمومين بائسين. وكان الملك شديد القلق على ابنته حتى إنه أعلن أن من يضحك ابنته يزوجه إياها ويجعله أميرا. دخل سرحان المدينة وسمع الناس يتحدثون في وعد الملك، فأسرع يقود موكبه إلى القصر. وكانت الأميرة في تلك الوقت تقف في شرفتها وقد بدت على وجهها علامات اليأس والهم الشديد. ما إن شاهدت الأميرة موكب سرحان والأشخاص السبعة وراءه يمشون ويتعثرون حتى بدأت تضحك، والواقع أنها أخذت تضحك وتضحك حتى أنها بدت أنها لن تتوقف عن الضحك أبدا حتى بدأ أنها لن تتوقف عن الضحك أبدا. أبطلت ضحكات الأميرة السحر الذي كان يربط الأشخاص السبعة بالوزة الذهبية، فانطلقوا كلهم عائدين إلى بيوتهم. أما سرحان الذي كان لا يزال متأبطا الوزة الذهبية فقد توجه فورا إلى الملك وسأله أن يفي بالوعد فيزوجه الأميرة. كان الملك سعيدا جدا برؤية ابنته تضحك، لكنه لم يرد أن يزوجها حطابا فقيرا، فقال: انتظر، عليك أولا أن تأتيني برجل يقدر أن يشرب في يوم واحد عصير القصر كله. انتظر عليك أولا أن تأتيني برجل يقدر أن يشرب في اليوم واحد عصير القصر كله. أول من خطر ببالي سرحان، صديقه العجوز الأشيب الضئيل الجسم، فأسرع إلى الغابة. وهناك في المكان الذي وجد فيه وزتها الذهبية رأى رجلا غريبا مهموما. قال سرحان: ما بك؟ أجاب الغريب: أكاد أموت من العطش. قال سرحان: تعال معي فتشرب برميلا من العصير. أسرع الرجلان إلى قصر الملك، وجلس الغريب على كرسي خشبي وراح يشرب برميلا من العصير بعد برميل. وقبيل الغروب كان قد شرب آخر قطرة من عصير القصر، فذهب سرحان إلى الملك يطالب مرة أخرى بعروسه. لكن الملك كان لا يزال يرفض أن يزوج ابنته حطابا فقيرا. قال: انتظر، عليك الآن أن تأتيني برجل يأكل في يوم واحد جبلا من الخبز. لم يضع سرحان وقتا وتوجه على الفور إلى المكان نفسه في الغابة، ووجد في هذه المرة رجلا يشكو جوعا شديدا رغم التهامه فرنا من الخبز. فرح سرحان فرحا شديدا وقال: تعال معي فتأكل جبلا من الخبز. أسرع رجلان إلى القصر، وكان خباز الملك قد جمعوا طحين المدينة كلها وخبزوا جبلا من الأرغفة. لم ينتظر رجل الغابة كرسيا يجلس عليه، بل راح يأكل واقفا رغيفا بعد رغيف. تجمع سكان المدينة أمام القصر يحدقون ذاهلين بالرجل ذي الشهية العجيبة. وقبيل الغروب كان الغريب قد أكل آخر رغيف من جبل الخبز، فالتفت إلى سرحان وقال له: أشكرك، ثم اختفى. ذهب سرحان للمرة الثالثة إلى الملك يطالب بعروسه. رفض الملك مجددا طلب سرحان وقال: عليك أن تأتيني بسفينة تسير في البر والبحر. إذا أتيتني هذه المرة بما أطلبه منك زوجتك ابنتي. أسرع سرحان إلى الغاب ورأى هذه المرة العجوز الأشيب الضئيل الجسم الذي تقاسم وإياه طعامه. حد سرحان الرجل العجوز بهمته الثالثة. قال العجوز: لأجلك شربت عصير القصر وأكلت جبل الخبز، ولأجلك هذا السفينة التي تسير في البر والبحر، لأنك كنت كريما معي. لم يكن على سرحان هذه المرة أن يعود إلى القصر سيرا على قدميه، فقد ركب السفينة التي عبرت به التلال والأودية والسهول والمستنقعات. ما إن وصلت السفينة الرائعة القصر حتى تقدم الملك من سرحان وبارك له بالأميرة عروسا. أصبح سرحان أميرا محبوبا، وعاش هو والأميرة في سعادة غامرة. وكان للوزة الذهبية بيت خاص في زاوية من زوايا القصر، لكن أحدا لم يشاهد منذ ذلك الوقت العجوز الأشيب الضئيل الجسم.